بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمان نضرات وآمالا غير عاطلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها امتدادا لما او لحلقتنا السابقه عن الحكامه. وهذه المره سنتحدث عن الاستاذه اسم ام اشواق، والحقيقه انا لا اعرف اسمها بالكامل، لكن هكذا تكنى، وتكنى ايضا بام الاشاوس، وهي تسكن في باريس في فرنسا حقيقة. وعلى فكرة هي شهادة عربية، عاشت معظم عمرها في السعودية، وهي من بنات دارفور ومن عرب دارفور. ما أريد أن أقوله قد يراه البعض كلام فارغ، خاصة في ظل الحرب وفي ظل ما يسمى بانتصارات الجيش وعبور الكباري إلى الخرطوم بحري والخرطوم. ممكن أي شخص يعتبر الكلام اللي هقوله ده كلام فارغ، وأنا أحترم رأي كل شخص، و ده يعني ما حأزعل من شخص إذا اعتبر إنه ده كلام فارغ وما تدخلوا النسوان في الكلام ده. ده إذا ده رأيه يعني، أو ده رأيه. لكن أنا بما إني ناشط في السوشيال ميديا فبسمع كويس، وبالنسبة للحالة السودانية عندي ناس كتار جدا جدا بسمع عليهم وبشوفهم، وبشوف التطور بتاعهم ومدى تأثيرهم على الآخرين، ودي مسألة مهمة جدا. أنا ما حأطول في المقدمة دي، بس حبيت أوريكم منو الصورة اللي قدامنا دي للناس اللي ما عارفينها، وحنسمع من معاها فيديو بتاع 7 دقايق كده، وأرجو إنك تسمعه وتسمعيه بكل حواسك وحواسك، وبعد كده تعالوا نتكلم. أنا بقصد شنو من كلامي ده؟ جزم الله يكرمكم، ولا شبشب في رجلي دي ما ألبسه، أمشي حفيانة إلى أن تقوم الساعة. ده كلام أنا قلته شنو ومسؤولة منه، أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم. أنا أشاوسي ما رضفوا لي الخرطوم دي ودكوا لي الفلنقايات وبقايا الأرنوط دي الدك، أقسم بالله أنا جزمة ولا شبشي ما ألبسه، أمشي حفيانة. إنتوا مش دايرين شغل الحكامات الصحيح؟ الحرب دهوب وبدت معانا نحن كحكامات، والله شبشي ما نلبسه. ومش أنا، كل أمهات الأشاوس شبشب ما نلبسه، نمشي حفيانين كده. أنا أوريكم بنمشي حفيانين كيف يا أولاد الكلب. أنتوا دايريننا كده صح؟ أنا إحنا حنوريكم بنمشي حفاية زي ده زي ده. شفتوا كيف؟ والله شبشب في رجلينا ديل ما نلبسه، والله شبشب في رجلينا دي تاني ما يتلبس، ما لم تندكوا ماشيين حفايا. أشاوسي ما دكوكم، أقسم بالله أنا تاني شبشب ما ألبسه. ها ها، نمشي حفيانين زي ده حفايا، نحن كلنا أمهات الأشاوس. إنتوا دارين الشغل بتاع التحميش ده، يلا رحكوه أرح. دارين هو صح؟ أنا إحنا ما بنتعرى، أن إحنا ما بنبرز عورتنا. كفاية دعايات، كفاية دعايات وكفاية ابتزال. أطلعوا لنا من ملابسنا الداخلية،
واحنا ما حصل انا شخصيا الحرب دي حمشت فيها، لكن والله يا اشاوس والله تاني شبشب في رجلي دي ما البسه، والله امشي حفيانه مدى الحياه، تقطع دابرهم كت شبشب، ولا انا ولا امهات الاشاوس واحده تاني تلبس شبشب في رجلها ما في. ده رد للمعركه دي معركه رد اعتبار قرون على فكره، دي معركه رد شرفنا، دي معركه رد لملابسنا الداخليه، دي معركه رد لانتهاك حرماتنا، دي معركه يا فيها نحن بقينا عفيفات شريفات، ولدناكم انتوا ربيناكم على النصر، وربيناكم على الجساره، وربيناكم على الانفه، وربيناكم على يا كمان بقيتوا زيهم، يا كمان بقيتوا زيهم. المعركه دي من الحرب دي بدت، من الحرب دي بدت، احنا بنقول لا للحرب ونعم للسلام، لكن الان انا ام شواقدي ام الاشاوس داعمه للحرب، لانه الحرب انتهكت عرضي، الحرب دخلت في ملابسي الداخليه، وقسما بالله العظيم وكتابه الكريم انا شيب شيب ولا نعال في رجلي دي البسه تاني ما في، والله الى ان تقوم الساعه نمشي حفيانة زي ده، ما لم تسلموني الخرطوم دي مدكوكة عليها واطية، تسلموني لا عليها واطية، أنا إحنا دارين نوريكم قرون لما تجي تشجع أولادها ما بتشجعهم بملابسها الداخلية، مهيرة بتعبوت هي الزمان كشفت عن عرضها وكشفت عن صدورها، أنا إحنا ما بنكشف، أنا إحنا عرضنا غالي، أنا إحنا عندنا عيالنا اللي بيعرفوا ان احنا كيف بنحمشهم، طالما الحرب دي دخلت لنا ان احنا في عروضنا، اقسم بالله ثاني ان احنا امهات الاشاوس واحده تلبس نعال في رجلها ما في، روحها عاليها واطيه، اطوها طي، اطوها طي، اطوها طي، عارفين باش شنو دايرين، شنو انتوا دايرين حياه، دايرين حياه انتوا أكتر من الدخول في عروضنا تاني، بيحصل شنو؟ بيحصل شنو؟ بيحصل شنو أكتر من الدخول في عروضنا نحن تاني؟ بيحصل شنو؟ أكتر من يدخلوا لنا نحن في سراويننا، الحرب معاكوا أنتوا كرجال في الميدان، جات دخلت في ملابسنا نحن الداخلية، خلاص يلا يتابقوا قدرها. وأنا راهنت عليكم من أصغر جندي لأكبر جندي، ومن محل ده أنا حربي بدت، أنا خسرت أي حاجة عشانكم يا الأشاوس، ومستعد أخسر روحي دي، مستعد شفت روحي دي أنا أخسرها، ومش الكلام ده مش انا بس، الكلام ده كل امهاتكم بقولن كده، احنا تاني ان احنا ما بنطلع لباساتنا زي ما هم قالوا، وسوري لعيالي وبناتي اللي قاعدين هنا، لكن ان احنا بنمشي حفايا، بنمشي حفايا، الف المدن والف البوادي والف المهجر، ما لم حربنا دي تنتهي والبلده ديل تمد جوا علينا متك، وداير اقول لكم حاجه يا شاوس، انا شكيت في الخرطوم دي، شكيت في شفت في الكوبري ده، كلاب ديل كان قطعوا الكوبري ده، انا والنعالم فرقنا، وانتوا بتعرفونا ان احنا لما نركب راس ونحرم حاجه، الان ان احنا حرمنا النعلي، باكر بنحرم الاكل، باكر ده ان احنا بنحرم الاكل، معركه ده ان احنا دفعنا خاطرات الرجال، معركه ده ان احنا خسرنا فيها شرفنا، المعركه ده ان احنا خسرنا فيها عز ما نملك، المعركة دي ان احنا دخلت لنا في ملابسنا، ان احنا دخلت لنا ان احنا في ملابسنا، حارسين شنو انتو؟ دارين شنو انتو؟ الموت واحد والله واحد، الموت ده واحد والله واحد، معركة انتو هس الان الخايدين في الخرطوم دي ان احنا امهاتكم سميناها معركة قرون، رد شرفنا واعتبارنا، you
أدمن ما ترفعوا لي أي زول عليكم الله يا مشرفين، ما ترفعوا لي هناي، ما ترفعوا لي أي بلداي، ولا ترفعوا لي أي مشتركة. الله مش تعالى، أنا ما شفتك والله. أم شواق دعامية يعني من الصفوف الأولى، وتدعي بأن من كناها بأم الأشاوس هو محمد حمدان دجل نفسه، وهي تناقش. الحقيقة أنا شاهدت لها كثير جدا من المناقشات مع بعض الناس، سواء عن طريقه مباشرة أو عن طريق آخرين استقطعوا بعض الأجزاء من حديثه معه. أولا تحادث الناس بنوع من أنواع السخرية، السخرية المحببة، معليش، يعني بمعنى إنك تحس بأن الزول ده بهزر ومش بيتكلم جد يعني، لكن في كلامه في كثير جدا جدا من المعاني المهمة جدا اللي يجب أن يدركها. وطبعا لو إحنا عندنا حرب حقيقية زي اللي إحنا عايشين فيها، طبعا المواطن عايش حرب حقيقية، لكن أنا بتكلم على الجانب الآخر اللي هو الجيش ومن معه، لست أدري إن كان عندهم مجموعات تحليل بتحلل المجتمع بتاع ما الحرب دي، مجتمع في النهاية بيبقى بتحلل مجتمع الحرب ده، ومجتمع الحرب ده بتقول فيه شنو، والكلام اللي بيتقال ده بيخش وين ويمرق من وين ويطلع كيف وبيتقال كيف، والمشايل دي ما لست أدري إن كان فيه ولا لا. أنا بتصور إنه فيه، باعتبار إنه ده بعيدا عن انه الحرب دي اصلا ما محبوبه ولا مرغوبه في اي مكان في الدنيا، لكن بتحصل، هي نشاط انساني سيء بيحصل، وبالتالي من المهم جدا دراسته قبل وبعد واثناء وكل الزمن اللي حاصل فيه الحروب. وهي من الناس المؤثرين جدا، يعني حتى الجنود اللي على مستوى الميدان بتابعوها، فهي strong يعني مؤثر أو عظيم، يعني تؤثر كثيرا في الحدث. صحيح هي ما بتتكلم عن الميدان أو كده وبتاع، لكن تقوم بدور المحفز وتجادل حتى يعني إخوانه وأخواته اللي بيقفوا مع الجيش. وطبعا قد يستغرب البعض في أن أنا بستخدم كلمة إخوانه وأخواته الذين يقفون مع الجيش، لكن دي ما نحن سودانيين في النهاية مفروض نكون كده، يعني هاي نحن اختلفنا وتحاربنا وكل واحد شايل البندقية مصوبة لصدر الثاني، ده حقيقة ما في كلام، لكن في النهاية نحن سودانيين، هتنتهي هذه الحرب ويجب أن نجتمع. لكن يعني آمل للي ما شاف الحلقة بتاعت الحكامة يرجع لها، وأنا الآن بزيدك من الشعر بيت. أولا لو أنت سمعت الفيديو بتاع أم شواق دي هتلاحظ دي واحدة قاعدة في باريس وامرأة مع رجل، وواضح جدا جدا إنها منعمة. نمرة واحد، هي بتتكلم وبتبكي لأنه حست أن هنالك تندر كبير جدا على ما فعلته حكامة الضعيف. وهي هنا ما بتتكلم، ما يعني لا تدافع عن الحكامة، وإنما تدافع عن يعني عنها لأجل هذا التندر الذي أصابها وأصاب أهلها. والذين سمعوني وشاهدوني وأنا أتحدث عن الحكامة أذكرتهم بما كان يحدث سابقا، خاصة فيما يختص بالتعاقد الشعري اللي كان بيحصل في سوق عكاظ وغيره من الأسواق دي والمربد وكده. الشاعر كان بيكون عنوان قبيلته،
المرأة دي أصابة غبن شديد جدا جدا من هذا التندر والتنمر الذي يحدث. أنا طبعا في ناس كتار جدا جدا ردد علي بشكل يعني بفتكره أنا غير لائق في الـ الحلقة الفاتت، وده يعني أنا ما حقدر أقول غير غفر الله لنا ولهم جميعا، وهدانا الله وإياهم لما فيه خير السودان وخير أنفسنا جميعا. لكن ما أريد أن أقول إنه يجب أن نحذر مجتمع تلعب فيه المرأة دور المحفز. طيب هنخلي الحرب، ماشي، الحرب دي ما أصلها يا بتتحل في الميدان يا بتتحل بالتفاوض، ما عندها حاجة تانية تتحل بها، يعني يا تتحل في الميدان يا تتحل في التفاوض. لكن تذكروا النواة معتصمة وفتح عمورية حدث بسبب امرأة، والبسوس حدثت بسبب امرأة. ولو جينا نتكلم عن الحروب التي حدثت بسبب النساء، مشكلة المجتمع الدارفوري، مجتمع يضع المرأة في مكان عزيز، حكامة هي بالتشرتاي، زوجته، زوجة العمدة، زوجة الناظر، دي ما القضية. لكن المرأة كمرأة عندها مكانة معينة وعندها مكانة ذات قيمة، وبالتالي إذا تدخلت في أمر الحرب دي بتبقى مشكلة. دلوقتي رجال لرجال قاعدين يتشاكلوا ويتخانقوا ويتحاربوا، ويموت الزول ويشيلوا يدفنوا. إذا دخلت المرأة الأمور حتتطور إلى أكثر من ذلك. ولو سمعت، لو أنت بس ركزت في، سيبك من الكلام اللي هي بتقوله، لكن لو ركزت للغبن اللي هي بتتحدث به، تقدر تدرك إلى أي مدى العمل اللي هي ممكن تعمله لتحفيز أبناء أو أخوانه في الدعم السريع عشان يحاربوا. وقالت الخرطوم دي أطوها طي وجيبوها لي. ممكن تقول لي والله القصة دي ما بيحصل، خلاص الخرطوم الجيش، ما عندي مشكلة في الكلام اللي أنت هتقوله. أنا بتكلم على إنه الحرب دي طالما قائمة، تعمل حسابك من إنك تدي حافز لمجتمع عنده المرأة يمكن أن تحفزه بكامله، لأن المشكلة بقت ما في الدعم السريع. الكلام ده بيصل القبائل، الناس الآن في الوسط ما قد لا قادرين يميلوا على الجيش ولا قادرين يميلوا على الدعم السريع، دي ممكن تغيرهم هم شواق، دي ممكن تغير رايهم، وبكرة تلقى دارفور دي كلها بقت مع الدعم السريع. ودارفور دي قطعة عزيزة من الوطن، يجب أن نتعامل معها بأنها هي إقليم عزيز جدا من الوطن، وانه احنا صح عندنا مشاكل، وانه اهملناها، واننا غلطنا في اهلها، كل الكلام ده ممكن نقوله، وهم ذاتهم ممكن يشتكوا ليه رب العالمين ويشتكونا احنا ذاتنا، برضه ده حقهم، واحنا برضه ممكن نشتكي ونقول ما دايرين، كل الكلام ده صح، لكن لغاية هسه احنا اخوان. الجنوب ده انفصل، لكن الهلال والمريخ لما مشوا عشان يلعبوا هناك شجعونا الجنوبيين وغنوا ليهم السلام الجمهوري، نحن جند الله جند الوطن، ما قالوا لهم انتوا، لأن القصة مختلفة. دلوقتي احنا محتاج، حصلت أخطاء كثيرة في الحرب دي، وما حيفلت زول من الحساب، ما حيفلت لا محمد حمدان دقل ولا البرهان ولا غيره، لكن يجب أن لا ندمر أنفسنا بدفع هذه الحرب إلى أن تكون جزء من كل قبيلة. صدقوني الناس اللي قاعدين في الرصيف
بتاع الحرب ديل يمكن أن تجلبن المرأة دي. ولو جينا نعدد، هي قالت شنو؟ قالت أشياء خطيرة جدا الرجال ما بيقبلوها. قالت خشوا لينا جوا سراويلنا، قالت إنه مهيرة بتعبو، إحنا ما بنكشف عورتنا، مهيرة بتعبوت هي اللي كشفت صدرها. قالت أنا وأمهات الأشاوس كلنا حرمنا النعل، وبكرة بنحرم الأكل. الكلام ده ما تفتكروه كلام المقصود به زيادة عدد اللايكات في فيديو، أبدا. الكلام ده عنده خطورة، لأن الكلام ده بيقعد لمجلس بتاع رجال في قبيلة ما عشان يحدد موقفه من الحرب ده. ممكن جدا، وممكن ما مجلس واحد بتاع قبيلة، ممكن مجالس بتاع قبائل، ويحرموا عليك دخل الدارفور ده، ويجوا كلهم بيجاي زي ما جم على المهدي. المرة دي حيجوا مع حميدتي، حتى لو كانوا في وقت من الأوقات مع الجيش. إحنا ما دايرين نوسع معهم الحرب، إحنا دايرين نضيق الماعون ده. لما نضيق الماعون ده بنقدر نصل لنتيجة بتجيف الحرب، وممكن جدا جدا نرفض الدعم السريع نفسه وهم يقبلوا. ومش نرفضه لأنه إحنا شماليين ولا لأنه غيرنا ما شمالي، نرفضه من حيث المبدأ، لأنه إحنا عندنا كلام كثير جدا في مسألة الدعم السريع. أنا شخصيا ما بعتقد إنه عنده مشروع، ما بعتقد، ده كله كلام بتاع ناس مثقفاتية زايا. لكن الدعم السريع نفسه ما عنده مشروع، إلا مشروع واحد بس، إنه محمد حمدان دقل نفسه وأسرته يحكم السودان. تاني ما في مشروع، ما في زول يقول لي تاني في مشروع، ولا بصدق. لكن دي ما القصة دلوقتي، دلوقتي نحن في الحرب دي دايرين تضع أوزارة، وبعدين نشوف منو اللي يكسب ومنو اللي غلطان ومنو الصح ومنو اللي بندخله السجن ومنو اللي نعلقه في المشنقة. كل ده ممكن نعمله إلا ما نوسع ماعون الحرب ده. كان وسعنا ماعون الحرب ده الانفصال ذاته ما بيبقى سهل. يعني حتى للناس اللي بيفتكروا إنه الكلام ده بيخلي ناس دارفور دير يمشوا وناس النيل دير يمشوا كده، ما بيصل، ما بتحصل. ودي بتبقى زي البسوس 40 سنة، وما تقول لي ما بتبقى، لأنه إحنا حربنا مع الجنوب دامت 50 سنة وأزيد، كانت أطول حرب موجودة في أفريقيا، لم نستطع أن نحلها. حرب معناها استنزاف موارد الدولة، معناها ما في تعليم، معناها ما في صحة، معناها ما في رفاهية، معناها ما في تصدير، عندنا معاني كثيرة جداً. ونحن شايفين، نحن شايفين الآن الحرب ودت الناس لوين. فلذلك أنا أحذر من هذا الأمر، احذروا غضبة النساء في هذه الحرب، وخاصة النساء من مجتمعات تقود فيها المرأة الحرب من الصفوف الخلفية. بالمناسبة في زي أم الأشاوس دي أو أم أشواق دي عدد كبير جدا. أنا ما عايز أطول، الفيديو بتاع المصاحب ده بيكفيكم كلام. خدوا مني نصيحة إنه
التندر في حالة الحرب حتى لو الانتصارات حقيقية ومكتملة لا يجدي فتيلا، ما بيعمل غير إنه يوسع معونة الحرب. أنا شفت وسمعت ناس بتدخل بيها، وكان جيتونا في شندي بنعمل ليكم، وكان ده نحن منتظرين إنكم تجوا في شندي، ده كله كلام في حبوب ساي. ما هم ديل زادهم، هم جونا في الخرطوم، هم مرقنا خلينا الخرطوم، وجونا في سنجا ومرقنا خلينا سنجا، وجونا في مدني ومرقنا خلينا. يا هم ذاتهم، ما يا هم ذاتهم الدعامة دي، ما ناس ثاني، ما نحن بس المرق، نحن والجيش. يعني ما المواطن بس مرق، الجيش ذاتهم مرق وخلى لهم الحتة ومشي. فما توسعوا معون الحرب، دي نصيحتي. حاولوا غطوا، ماشي الجيش، انتوا بتعتقدوا انه الجيش منتصر، ما في مشكلة، خليه يمشي في انتصاره ده، ولو بيقدر يقلع قلع اللي يقلع بدون استفزاز، وإلا هتشوفوا حاجة ما شفتوها قبل كده. وقد أعذر من أنذر. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة. تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلناه في هذه الحلقة هو رأي خاص، لا نريد له أن يقع عند مخالفيه موقعا لم نقصده ولم نسعى إليه. وهذا الرأي وإن كان خاصا، نأمل أن ينال حظه من التمحيص والتدقيق والتدارس، وأن يعمل فيه المبضع عمل النطاسي البارع. فالأمر لا يخضع لما تكنه الألوان والأنوال لبعضها بعضا، حبا كان ذلك أو بغضا، ولا نأمل إلا نصحا، فقد يستبان النصح قبل ضحى الغد. وعليه فإننا نؤكد أن سيكون منهجنا في الاقتراب من قضايانا السياسية منهجا عقلانيا، لأن العقل لا الهوى هو الذي يعطي لقيمنا ثباتها مع تبدل الأحوال. أما وقد بلغنا ما أردناه فالحمد لله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.